رجعنا سريعا وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا، وهنبتديها مع الصفحه الرسميه للنادي الاهلي على تويتر، واللي نشرت صوره للاعب محمد هاني بعد مباراه فيتا كلوب وعلقت وقالت: بلا شك نسر مباراه اليوم هو لاعبنا محمد هاني، استمر. كمان نشر محمد هاني صوره ليه من المباراه على تويتر وكتب: الحمد لله. كتب محمد محمود لاعب الاهلي على تويتر بعد المباراه: مبروك يا رجاله. ونشر عمرو السولية لاعب النادي الاهلي صوره على تويتر من المباراه وعلق وقال: الحمد لله. ايمن اشرف كمان نشر صوره على تويتر مع دكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي وكتب: احسن دكتور في مصر. وعالميا بقى احتفل محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي بعد ميلاد مراته ونشر صوره ليهم على الانستجرام وكتب: عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي، واتمنى نفضل مع بعض للابد. وكمان نشر ساديو ماني لاعب ليفربول الانجليزي على الانستجرام صوره من مباراه برايتون قصاد ليفربول واللي انتهت طبعا بفوز ليفربول بهدف محمد صلاح، وكتب: ماني نتيجة رائعة وفخور باللعب 100 مباراة مع فريق ليفربول، شكرا على دعمكم الرائع. نشرت كمان صفحة في الجول على انستغرام صورة لاحتفال صلاح بالهدف مع الجمهور وقالت: هؤلاء جاءوا من أجل مشاهدتك الاحتفال معك والاستمتاع بما تقدمه لهم، فلا تتوقف أبدا. صلاح يواصل التألق في سماء إنجلترا ويسجل هدف ال14 هذا الموسم. كمان نشر أليسون بيكر حارس مرمى ريدز صورة من المباراة وعلق على تويتر وكتب: 3 نقط في مباراة صعبة، أحسنتم يا شباب. كمان السويسري شيردن شاكيري نشر صورة ليه من المباراة على الانستجرام وكتب: احسنتم يا شباب، 3 نقط مهمين النهارده. هندرسون كمان نشر على انستغرام صوره مع صلاح من المباراه وعلق وقال: احسنتم، 3 نقاط مهمين. نشر كمان ميمري على تويتر صوره من المباراه وكتب: المهمه تمت، فوز مهم قصاد فريق منظم، دعم رائع خارج ارضنا اليوم. كمان نشر المدافع الهولندي فاندك صوره من المباراه على تويتر وكتب: فوز صعب، العوده بال3 نقط وشباك نظيفه، فخور كمان بخوض المباراه رقم 50 مع ليفربول. نشر كمان ديفيد لويز لاعب تشيلسي صوره من مباراه امبارح مع نيوكاسل يونايتد واللي انتهت بفوز البلوز 2-1 وكتب: اعطي كل شيء دائما مهما كان. نشر كمان انطونيو رودريجر لاعب البلوز صورة من المباراة على تويتر وكتب: مباراة صعبة الليلة، ال3 نقط تظلوا في ستانفورد بريدج. نشر الصفحة الرسمية لنادي أرسنال الإنجليزي على الانستغرام من مباراة الفريق امبارح مع ويست هام يونايتد واللي خسرها الجانرز بهدف نظيف، علقت وقالت: يوم محبط. احتفل كمان اللاعب الألماني أمري كان لاعب يوفنتوس الإيطالي بعد ميلاده والفوز على بولونيا امبارح 2-0 في كأس إيطاليا والتأهل لدور الثمانية في البطولة، ونشر صورة من المباراة على تويتر وكتب: طريقة رائعة للاحتفال بعد ميلادي. كمان حرصت الصفحة الرسمية لنادي إشبيليا الأسباني على تويتر إنها ترحب باللاعب الأسباني صاحب الأصول المغربية منير الحدادي بعد ما انضم من برشلونة ونشرت صورة ليه وعلقت: مرحبا وأهلا وسهلا بيك منير الحدادي. أخيرا وجه منير الحدادي رسالة لجمهور برشلونة ونشر صورة على تويتر بتيشيرت برشلونة وعلق: ستبقون في قلبي دائما. مشاهدينا نطلع دلوقتي لفاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده استاذ ايمن محمد المحلل الفني في موقع يلا كوره.